أهلا بكم مشاهدينا. اليوم نعرض مع حضراتكم قصة كفاح السيدة زبيدة صاحبة 87 عاما والتي حرصت على تعليم أبنائها الثمانية وأخواتها البنات وتمنت أن تتعلم هي أيضا، فتحقق حلمها والتحقت بفصول محو الأمية. فخاضت السيدة زبيدة عبد العال علي الصعيدي من قرية دكمة بمحافظة المنوفية والتي تبلغ من العمر 87 عاما امتحان تجاوز محو الأمية، وذلك في إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لا أمية مع تكافل التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. أما عن قصة السيدة زبيدة فتزوجت في سن 18 وأنجبت أولادها وحرصت على تعليمهم، حيث كانت تبيع بعض البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصا منها على متابعتهم وخوفا من تسربهم من التعليم. كانت أيضا تتمنى أن تتعلم، حيث كانت في بعض الأحيان تحاول تقليد أبنائها وهم يكتبون، وهي بالفعل أم لثمانية أبناء، 4 أولاد و4 بنات، وتوفي لها ابن وابنة، وهي جدة ل13 حفيدا وحفيدة. لم تتعلم في صغرها لأن أبيها كان يرى أنه لا توجد أي أهمية في تعليم الإناث، ولكن بعد وفاة والدها أصرت على أن تعلم أخواتها البنات ووقفت بجانبهن حتى تحقق ذلك فعلا. وبدأ بالفعل لتحقيق حلمها عندما بدأت مسيرة الفصل في التواصل مع مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة منذ سبتمبر 2022، وعرضت على السيدة زبيدة الالتحاق بالفصول فوافقت على الفور، ونظرا لكبر سنها عرضت عليها المسيرة أن تذهب إليها للبيت وتعلمها في منزلها خوفا عليها من مشقة الطريق للفصل، إلا أن هذه السيدة المكافحة أصرت على الذهاب للفصل وقالت أن حلم حياتها أنها تقعد على ديسك وأنها هتروح لها أي مكان عشان تعلمها، وأنها فعلا ما صدقت. وبالفعل خاضت السيدة زبيدة امتحان تجاوز محو الأمية وما زالت تحلم بالحصول على الشهادة التي تعتبرها شهادة ميلاد جديدة، وتحلم أيضا باستكمال تعليمها وتتمنى أنها تقدر تعلم أي شخص عنده رغبة في أنه يتعلم. يعني الجدير بالذكر أن محافظة المنوفية بدأت بالعمل في مبادرة لا أمية مع تكافل في الأول من يونيو العام الماضي، وتم استهداف جميع مستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة المنوفية، وبلغ إجمالي عدد فصول القائمة حتى نهاية ديسمبر 2022 487 فصل بإجمالي 6000 دارس، وتم أداء اختبار دراسي ل 295 فصل في دورة يناير 2013، وكان من بين الدارسين السيدة زبيدة. كده تكون انتهت تغطيتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.